بداية يسعدني الحضور معكم لافتتاح الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران الذي يعتبر من الأحداث البارزة في مجال الصناعة صناعة الطيران والفضاء في القارة الإفريقية، وهي مناسبة لأرحب بكافة الوفود الأجنبية المشاركة في هذا المعرض التي رسخ موقعه كموعد متميز للتبادل المثمر والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الفاعلين الدوليين في قطاع صناعة الطيران، وعلى رأسهم الوفد الهام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضيف شرف هذه الدورة. حضرات السيدة السادة، كما لا يخفى عليكم يولي صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عناية كبيرة لصناعة الطيران، حيث أن الرؤية الملكية الاستباقية والمتبصرة جعلت هذا القطاع قصة نجاح مكنت بلادنا من أن تتحول إلى منصة دولية رائدة في صناعة الطيران بشراكة مع كبريات الشركات العالمية، كما أصبحت المصدر الرئيسي لإمدادات قطاع الغيار وأجزاء الطائرات على مستوى القارة الإفريقية. هذا النجاح الذي نعيشه اليوم في هذا المجال بدأته المملكة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، عندما أقدمت الخطوط الملكية المغربية ومجموعة صفان على إنشاء مشروع مشترك لصيانة وإصلاح المحركات، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة المملكة على مراكمة الخبرة في هذا المجال وتطوير الأطر ذات الكفاءة العالية. وبداية من سنة 2000 شرع المغرب في صناعة الأسلاك الكهربائية الخاصة بصناعة الطيران، ثم أخذ في التموقع كفاعل دولي بارز في النسيج الصناعي للطيران كوجهة مفضلة لقطاع المناولة في هذا المجال. وفي إطار هذه الدينامية عمل القطاع على إنشاء 6 ديال المنظومات متكاملة لصناعة الطيران عالية الأداء تتوزع بين التجميع والهندسة والصيانة ونظام الأسلاك الكهربائية والمحرك ومكوناته، إضافة إلى نظامين متكاملين للتوريد يضمان 2 من رواد صناعة الطيران العالمي وهما بوينغ وكولينز. حضرات السيدة السادة، إن المنح الإيجابي الذي يشهده القطاع جعل صناعة الطيران في المغرب كالتمييز اليوم بنموها المتسارع والتزامها بالابتكار وقدرتها التنافسية العالية، وهو ما مكن بلادنا من أن تصبح منصة إقليمية رائدة في صناعة الطيران في إفريقيا، وهو ما يعكسه الانتقال من مركز 36 عالميا سنة 2012 إلى المركز 26 سنة 2023، إضافة إلى تمكن هذا القطاع الاستراتيجي ببلادنا من جذب أكثر من 150 مقاولة على غرار بوينغ وإيرباص وسافران وغيرها من الشركات العالمية الكبرى التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها. وأخر مثال على هذه الشراكات المثمرة، شراكة سافران التي وقعت أمام أنظار صاحب جلالة نصره الله هذا الأسبوع بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فخامة السيد إيمانويل ماكرون إلى المملكة، على شراكة جديدة مع المغرب كتشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات. هذا التطور المتسارع لصناعة الطيران ببلادنا مكن القطاع من المساهمة في رفع حجم الصادرات الوطنية، وبلغت الحجم ديال الصادرات ديال القطاع خلال العام الماضي أكثر من 23 مليار ديال الدرهم، علما أن قيمته تضاعفت 3 المرات بين 2013 و2023، أكبر وحققنا بذلك أكبر نمو في الصادرات بنسبة 21% إلى حدود ما تم غشت 2024.
على مستوى خلق فرص الشغل تضاعفت أعداد الكفاءات الوطنية اللي كيشغلها القطاع اللي كتبلغ تقريبا 24 ألف منصب شغل مع نهاية ديال العام 2023، خاصة وأن بلادنا كتصارع على تتمين المهارات عالية المستوى وتوفير تكوين يستجيب لأفضل المعايير الدولية. وكاين تطور ودينامية هذا القطاع الحيوي كيعكسوا كذلك ارتفاع المعدل ديال الإدماج المحلي اللي كيفوق نسبة 42% في الوقت اللي كتكون هذه النسبة ما كتعداش 17% سنة 2014. حضرة السيدة السادة، تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية تستعد صناعة الطيران المغربية للاندماج بشكل أكبر في العهد الصناعي الجديد، حيث يجري اليوم تطوير قطاعات جديدة ومتزايدة التعقيد مع التركيز على ظهور مهن أكثر تخصصا، خاصة ما يرتبط بالمقصورة الداخلية للطائرة وتطوير تفكيك الطائرات والصيانة والإصلاح وتحويل الطائرات التجارية إلى طائرات الشحن، وذلك من خلال الشراكات بين مجموعات دولية كبيرة والجهات الفاعلة المحلية. وفي ظل هذه المتغيرات الإيجابية داخل القطاع ولمواكبة التغيير الكبير الذي تعرفه صناعة الطيران في العالم، تخطط المملكة بشكل دقيق لولوج الصناعات متزايدة التعقيد مع التركيز بشكل خاص على تقنيات الصناعة الرقمية المتقدمة 4.0 والابتكار والبحث والتطوير. حضرات السيدة، كما لا يخفى عليكم يعتمد مستقبل صناعة الطيران بشكل أساسي على المواهب وعلى العنصر البشري المؤهل والبنية التحتية المتطورة وسياسة الابتكار المستمرة. وفي هذا الإطار يحق لنا أن نفتخر بتوفر بلادنا على رأس مال بشري مؤهل بشكل عالي تشكل النساء فيه أكثر من 42%، وهو ما نحاول تعزيزه من خلال فتح مجموعة من المدن المهني والكفاءات في جميع جهات المملكة. والمواصلة ديال تطوير القطاع، ستواصل الحكومة تعزيز جاذبية المملكة ودعم الشركات الناشئة، حيث تم في هذا الإطار إطلاق العديد من البرامج والمشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين على غرار ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030 وخلق 22 منطقة جديدة للتشريع الصناعي وغيرها. وفي إطار الجهود اللي كتقوم بها المملكة لمواجهة التحدي البيئي، فإن المغرب ملتزم بحزم بتعزيز مسار التنمية المستدامة، حيث نعمل في هذا الصدد على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في مجال الصناعة دي الطيران. حضرات السيدات والسادة، إن طموح صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جعل المغرب فاعلاً أساسياً في منظومة صناعة الطيران العالمية يمنحنا اليوم حافزاً كبيراً للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات في مجال صناعة الطيران. وعلى هذا الأساس تشكل الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران فرصة مواتية لبلادنا لمختلف الفاعلين الدوليين في هذا القطاع من أجل نسج شراكات جديدة قوية ومتطلعة إلى المستقبل. شكرا لكم.